يتواصل موسم حصاد القمح بمحافظة الفيوم. وصرح وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ربيع مصطفى بأنه تم توريد 27,464 طنا من القمح إلى صوامع التخزين. وأضاف أن إجمالية مساحة الأرض التي تمت زراعتها هذا العام لمحصول القمح بلغت 208,000 فدان، وتبلغ متوسط إنتاجية الفدان 18 إردبا. ونوه وكيل وزارة الزراعة إلى أن الدولة تقدم تسهيلات كبيرة للمزارعين أثناء عملية التوريد التي تسير بشكل أكثر سلاسة. حصدنا ما لا يقل عن 56,000 فدان من المساحة المنزرعة، وجاري التوريد فيها يوميا، وفي إقبال شديد من السادة المزارعين. وصلنا تقريبا إلى الإجمالي حتى اليوم 27,000 طن و486. أنا أبشر طبعا كل السادة المشاهدين إن إحنا القمح عندنا هنا في طمية وفي الفيوم كلها، كل درجاته مرتفعة، درجة النقاء بتاعته عالية، بتوصل 23.5 و23، ما بيقلش عن كده. طبعا المزارعين في حالة فرح شديد وفي حالة إقبال شديد في عملية التوريد. وطبعا هذا العام إن شاء الله إحنا هنعدي المستهدف اللي إحنا مطلوبين إن إحنا نوصل مستهدف إن إحنا حوالي عن 375,000.